بقى له سمعة، مش عايز أقول في اليابان ولكن حول العالم، الناس اللي بيعرفوا هذه اللعبة أو بيتابعوها. احكيها لحضرتك باختصار. انا بدات سومو من وانا عندي 15 سنه. بدات في نادي اتحاد الشرطه ودخلت منتخب مصر وانا عندي 16 سنه. عملت اول بطوله عالم ليا وانا عندي 16 سنه، كانت في استونيا. فبعد اول بطوله عالم ليا بعد ما رجعت مصر، كان كانت الفكرة اللي عندي ايه اللي بعد كده، ايه الخطوة اللي بعد كده. يعني انا دلوقتي عملت بطولة عالم، مفيش حاجة اعلى من كده. يعني التفكير، بدأت اقرأ عن السومو، فعرفت ان فيه هواة ومحترفين. الهواة اللي احنا بنعمله، اللي هو اللي كل سنة بقى فيه بطولة عالم، وكل دولة عندها منتخب بيلعبوا بطولة عالم كل سنة. انما المحترفين اللي هي موجودة على مقتصر على اليابان بس، ومقتصر على اليابانيين، وكل نادي مسموح فيه بلاعب اجنبي واحد بس، والاجانب اللي هنا 70% منهم من منغوليا و30% منهم من شرق اوروبا. فليه ما بقاش انا اول لاعب من مصر وافريقيا والشرق الاوسط؟ وعليها فضلت شغال، حطيت الهدف ده قدامي واشتغلت عليه. بدات ان انا اراسل ناس كتير، بدات ان انا يعني اشوف اي كونتاكت لحد هنا في اليابان. بس للاسف في البدايه ما قدرتش اتواصل لاي حد هنا في اليابان، لغايه ما قلت ان يعني انا اتواصل مع حد له علاقه بالسومو هنا في اليابان. وعليها يعني الحمد لله. في البدايه طبعا كان في رفض قاطع من الجانب الياباني. عشان جنسيتك ولا عشان ايه؟ لا، هو الـ مش بالسهل ان هم ياخدوا لعيبه اجنبي. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني 70% يابانيين و30% اجانب، فمش هياخدوا اي حد اجنبي. يعني انت لازم يكون في ليك تاريخ في السومو، او ليك تاريخ رياضي عشان يقبلوك هنا. فما لقيتش حل قدامي غير ان انا اجي بنفسي هنا واعرض نفسي عليهم. امتى الكلام ده؟ الكلام ده لما جيت هنا كان في شهر 9 2011. وجيت هنا في اخر اسبوعين في شهر 9. قول لي خطوات دخولك اليابان وبداية دخولك لهذا العالم. هو في البداية زي ما قلت لحضرتك، يعني كانت بالنسبة لي اللي هو انا جاي اعرض نفسي عليهم، فاللي هو يا صابت يا خابت. بس انا كنت بقول يا صابت، يعني هي كان عندي ثقة في نفسي ان هم يقبلوني. فكانت الفيزا بتاعتي كانت ب 10 ايام في البدايه. كان الانديه زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان كل نادي مسموح فيه بلاعب اجنبي واحد بس. كانت الانديه اللي ما فيهاش لعيبه اجانب 7 انديه. سبع انديه. فقدامي 7، هي فرصه واحده لازم تنتهي في ال7 انديه دول. فطبعا رحت اول نادي، انت لاعب اجنبي، ما اللي هو عارف زي ما عندنا في مصر ملكلك في الحوار، متشككين يعني. كده فمش هقبلك. فسمعت كلمه مش هقبلك دي لمده مثلا اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، لا. بس اللي هو يعني انت الايام بتعدي والفرص عماله بتقل، وانا باحبط نفسيا، باجهد بدنيا وذهنيا. فلغايه يوم السابع برضو كنت جسمي تعب جدا، ما بقتش قد ان انا ادي زي الاول. فالله خلاص بقيت منهك تماما يعني. فقلت ان انا مش هروح، لكن يعني قلت خلاص مش هروح. لكن جت في ال قلت يعني وقفت على اليوم ده، اروح وخلاص. ورحت، بس طبعا ما قدرتش ادي. بالنسبه لك اخر وقت؟ اخر وقت. رحت فقال لي انت مستواك مش كويس، بس كنت منهك طبعا. هو قال لي ماليش دعوه انت كنت منهك ولا لا. لكن وانا خلاص والتمرين بيخلص، فهو بيقرا الجرايد، فلقى كل الجرايد المانشيتات الرئيسيه كاتبه ان في لعيب عربي بيحاول يجي هنا اليابان، بيحاول يخش السومو الياباني. فيعني لا كان لا في اقبال على من الناس هنا على السومو، لان في اقبال هنا على اسم اللاعب العربي، ان اسم اللاعب العربي اول مره يبقى حد موجود لاعب عربي. وده
وده اللي هو كان مبسوط بيه وكان مهتم بيه. قال لي يعني انا اكتر حاجه عجبني فيك ال 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 التحدي والاصرار اللي عندك انك تيجي من 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 يعتبر ابعد بلد عن اليابان مصر، انك تيجي من هناك لغايه هنا ويا كده يا كده يعني يا اتقبلت يا ما اتقبلتش. فعشان عشان الخطوه الجريئه اللي انت عملتها دي انا هديك اختبار 6 شهور.